بوي بوي يا طائرة بتجيب الطائرة بتجيب الطائرة هنا. أنا أقول شوف اللي وراك عليه خبر ده. شوف اللي وراك عليه خبر. يا بيت كاش معي يا يعني مساء وصور وياك وين رحتي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ماشيين الى يا طايره بتجيب الطايره بتجيب الطايره هنا البوابه 13 هاي كان جعفر هني انا حلوه بالبرتغالي مصطحب الجماعه حق بوابه 13 وان شاء الله ما بنوصل لهالكونين ما لاحظت اهلا وسهلا احنا رايحين لا وين رايحين مساء هناك نمنام اوكي شلون ها ما بيعون فوق الطياره ما يبيعون لا بس حملوا لكم شباب ايش حملوا لنا حلوة جدا قلت لكم فسفسة وحلوة
ايه يقول لي لا اذا دخلت الحين زين اذا دخلت الحين حتى وانت حتى بعدين نفس الشيء علي فات قلت لا لا تعبروني ايه ها داخلين الحين ساعة دخول طائرة نازلين في البريدج رايحين طيارة هذه الربيع كهوة رايحين طائرة إلى الطائرة إلى الطائرة كمان لا ما اظن كان 20 ما اظن كان 20 انا 17 بي قراني سوى فيه هذه الصفيه يا الله بس كنت يا خالي ولا In the unlikely event of an evacuation, leave your hand luggage on board. وصلنا هنا كجعفر ويانا الحمد لله سلام الله يسلمك يا حبيب يا عزيز يعني انت ورجالات المطار عندكم خبره هم احنا رجالات الدوله ها ان شاء الله يلا بتفضل سألني شو ها؟ أعطيتك شو؟ الله يسلمك شباب.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ابو الصحيح. وصلوا وصلوا مطار انطاليا رايحين الجوازات. ايه خلوا تحت في الجمر الجوازات يتحمل. هاي هني ها يسار صيد ما شاء الله عليك مو بعيدة كل سنتين حمام اي حمام اهلا بالحبيب الحمد لله على سلامتكم وصولكم الى انطاليا هذه الساعة 5:30 الصبح وحنا جايين لأخذ الحقائق هذا انت هاي سير على الحين Do you have an advertisement? وصلنا انطاليا نزلت الطيارة الساعة 5:30 الحين 6:10 خلصنا جوازات والجمارك الحين ننتظر التجمع الحين برا المبنى وطلعنا الحين من المبنى الساعة 6:10 بس ننتظر نتجمع الجروب كامل على الباص الحين خارج مبنى انطاليا وهاي جروب مالنا كان شو منثر جروب مالنا الجو يعني حلو مو كريم حلو هو بارد لكن ما بلال ثقيل ولا شيء زين حاليا للصب بعد منعش ما يدري اليوم ظهر شو بيصير الله المستعان احنا في مطار انطاليا برا معنا الفاشينيستا ابو احمد اهلا
حي الله حبيب ما تحكي ابو غسان ارفع صوتك حي الله حبيب ابو غسان الله يصبحك بخير زين طبعا يا جماعه او يا متابعينا الاعزاء زين ننتقل من شو اسمه العبق الماضي ونيكم حق الاجواء الطيبه والحلوه بس في عبق ماضي هنا بعد لا هذه ثاني يوم ان شاء الله بنزوره عبق ماضي تركيا تركيا زين كان يعني عبد الناصر بعد هلا صباح الخير والحمد لله على السلامه الحين احنا في مطار انطاليا تونا واصلين يعني خلصنا الجوازات خلصنا الجمارك وننتظر الباص اللي يودينا الفندق البست اللي هو الفندق ابدون في المدينه في كل شيء اوكي الحمد لله برتغال وراك وين جود ايفنينج جود ايفنينج يا مرحبا يا هلا صباحكم الله بالخير يا جماعه الخير الحمد لله على السلامه الله يسلمك اخيرا دشينا انطالي مره ثانيه خالد هلا حبيبي معانا ملك العطور الله يسلمك حاضرين حاضرين الكبس جديد ها هذه شوف غسان هاي الكبس شاري من عنده وانا سألت انا اللي سألت مو ليش شريت هذا لا فقال واحد ابي اشتريها الا ما حصل اضطر يشتري هذه لا ما انا على مو اوليهم مستحيل خفيفه لا يا جماعه هلا هلا هاي افتتاحيه افتتاحيه واحد
تحت وتقول اخراجك بيسمنت. شنو صوت ربعنا؟ جو شايف الجو؟ والله جو صراحة كل جو. الله يحفظ الجو شكله حار ها؟ ما كان قوي. ما كان قوي. إيه. زين. بدل الكلام طالع سوا. انا هذا هو ابو احنا هاي سواه يقدر يشيل بعد ما لا خلاص ما ينشال صح زين اتبلل منك ما ينشال ما ينشال حد عمليه خابه بس الله عصير اخو عصير في محل قدام عند عطايه نبي عصراف يا اخوك محبزاتنا عندنا شي بيعني يا فرانيس شوف فوق هناك شوف فوق في محلات تضحك شوف من يعني ما شاء الله انا بس روح يا ها اي الميدان طلنا ذكرته لا يا علي لقيت المطعم هني العزاوي ذاك الحمراء حول لتحت هناك حق الشوبينج اوه شوف التيشيرتات فوق ها التيشيرتات فوق والهافات قصدي انا بوخذي اكو ابو جعفر جعفر تحت رايحين هناك عبد الناصر وين رايحين الحين؟ رايحين نتغدى طبعا مرشد حنان ويانا ودلنا نحن بعض الاماكن في ميدان ها؟ واحنا جايين هذه السفرة الأخيرة اللي جينا ايطاليا تقريبا نص الشارع الفندق مالنا قبل كورونا ها؟ اي اي قبل
صراريف قهوه. مرحبا. هلا ابو غسان. عليك مبارك. حبيبي عيدك مبارك، كل عام وانت طيب. مرحبا. يا عبد الجليل. هذا صراريف من نية المنصور سيدة. لا لا صراريف. هاي العصابة كلها موجودة. السلام عليكم شلون؟ فزتوا اليوم بالصالون. شلون غلط عساوها؟ الخيانة ذي. ها خيانة أنوارو. الحقير المحتقر والخاين. لا احنا قاعدين ننتظر. العافية. يلا احنا ننتظر أكلة تجبود. صحن في 15 واحد ياكلون. يا اي ماي ماي ماي. هلا. هلا والله. المثل يقول عاش من صرها. خب. يقصدون البخيل يعني. البخيل. اي البخيل. وين يعيش البخيل وياهم. اوكي احسن بعد يكون منظر على البحر على النيل. ايه هذا هاي معنا حنان الحرص والنعم. للمره الفانيه الفانيه ان شاء الله ثالثه ورابعه بعد. ميرسي. اوكي يلا.